تحتل المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني والحكومات المحلية موقع الصدارة في الاستجابة الإنسانية. بصفتنا جهات فاعلة في مجال حماية الطفل، كيف يمكننا أن نكون شركاء أفضل مع المجتمعات المحلية؟ يجب أن نفكر في الطرق التي يمكننا من خلالها دعم العمل بقيادة المجتمع المحلي للوصول إلى أهداف مشتركة. لنتخيل معاً بأنك تعمل كجهة فاعلة في حماية الطفل داخل مجتمع نينا. أنت تعلم أنه لكي تصبح المقاربات على مستوى المجتمع المحلي فعالة، يجب عليك أولاً فهم الهياكل والمعتقدات والأنظمة والسلوكيات الموجودة التي تعزز لرفاه الطفل أو تعيقه. تبدأ ذلك من خلال التحدث مع مختلف أفراد المجتمع المحلي. من خلال هذه المحادثات ستتعرف على نينا وفريقها لكرة القدم، كيف يمارسون تمارينهم، وكم هي عدد المرات التي يلتقون بها والأنشطة التي يقومون بها. تعثر على نينا وأصدقائها من خلال استخدام مهارات التواصل الصديقة للطفل، وتستمع أثناء الحديث عن نادي كرة القدم الخاص بهم، وكذلك عن النجاحات والتحديات التي مروا بها. أهنئهم على عملهم المذهل، وتسأل عما إذا كان يمكنك الالتقاء بهم مرة أخرى قريباً لمعرفة المزيد عن أنشطتهم واستكشاف طرق لدعمها. نينا سعيدة للغاية وتقول إن لديها الكثير من الأفكار الرائعة تدعوك للعودة في أي وقت. أثناء مغادرتك يقترب منك مالك قطعة الأرض، يخبرك أنه كان مديراً للمدرسة المجتمعية قبل استخدامها كملجأ، ولديه العديد من الأفكار لافتتاح المدرسة مرة أخرى. ويخبرك أيضاً بأن هناك بعض الأطفال يعيشون بمفردهم داخل دار العبادة في المجتمع، وهناك مجموعة من الرجال والنساء الذين يطلقون على أنفسهم أصدقاء الأطفال يقومون برعايتهم. من خلال الاستماع إلى المجتمع قمت الآن بالتعرف على نينا وعلى مدير المدرسة السابق وأفراد المجتمع الآخرين الذين يساعدون بالفعل في الحفاظ على سلامة الأطفال. أنت متحمس لمواصلة العمل معهم لدعم العمل الذي بدأوه. تتطلب القدرة على الانخراط مع المجتمعات المحلية بصورة فعالة جهوداً أكبر من خبراتنا التقنية في مجال حماية الطفل، حيث تعتمد على المواقف والسلوكيات التي تبني الثقة والعلاقات التعاونية، وتشمل هذه الاحترام والتواضع والصبر، وأن تكون مستمعاً جيداً ولديك القابلية على التعلم. من خلال التعرف على المجتمع المحلي أولاً، يمكن للجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل اكتشاف طرق المجتمعات المحلية في حماية الأطفال والإجراءات المحتملة التي يمكن اتخاذها معاً، وهذا يضع تركيزاً على البناء على العمل الحالي لأفراد المجتمع المحلي بدلاً من إنشاء مجموعات أو هياكل جديدة. بغض النظر عما إذا كانت برامجك الحالية تعمل بقيادة الوكالة أو بقيادة المجتمع المحلي، فمن المهم التفكير في مقاربتك وترك الأولويات المحددة مسبقاً والنظر في الإمكانيات الجديدة. في حين أن تغيير الطرق التي نعمل بها إلى جانب المجتمعات المحلية غالباً ما يخرجنا من منطقة الراحة الخاصة بنا، فإنه أيضاً يمكن أن يؤدي إلى أنظمة حماية أقوى للأطفال، مما يحدث فرقاً في حياة الأطفال في كل مكان.